اسهر، اذا حطيت ربطه هذا اسهر وهذا حبل منوي كلهم مع بعضهم. اللي بيكتب لي غلط ما تحس تقول هذا هذا الاسم هذا الاسم هذا الاسهر وهذا الحبل منوي. وطبعا هاي الخصية وهاي الطبقات هذا البربخ هذا البربخ هذا الرأس البربخ خلف الوحش لا الأنسي وهذا التونيكا فاجينالس هاي التونيكا فاجينالس تغطي الخصية بالشكل هاي التونيكا البوجينا هاي البوجينا تحت لا البوجينا هاي البوجينا بين ال بالنظري إلا هاي تونيكا هاي تونيكا البوجينا فوق طبقة الرأي طبقة الحشوية التونيكا فاجينالس التصقات مع بعض شكلها. فمن هون التونيكا فاجينالس الطبقة الحشوية وتحتها تونيكا البوجينا الطبقة البيضاء. إذا تكون أشرت لنا من تحت التونيكا البوجينا بس. البوجينا من تحت. بس من تحت هي بتحيط بالنسيج الخصام. عندهم بالعربي. تونيكا البوجينا شو اسمه العربي؟ الغلال البيضاء. هذيك الغلال البيضاء. هذيك الغلال البيضاء. الغلال البيضاء هي بتحيط بالنسيج الخصوي وتعطي الحجم. تعطي الحجم. تحت الحجم. ليك هاي هاي الطبق شايف من جوا. هذول طبقتين رفيق الشريان الاسهري هون موجود هون ما هون بدك تحرره صعب رفيق لك هذا الاسهر يعني ما ممكن يجي ممكن ليش لا هذا هون غالبا هذا الاسهر وقاسي قاسي شوي اخف قساوه مثل هذا شو دكتور بدي اضطر احرره لحاله هذا الاسهر هذا الاسهر هذا الاسهر الشريان الشريان الاسهري هون بده يكون هون وايش الازرق هاي الشبكه ورديه الشبكه الخصوية هاي العنكبوت كراميه شبكه كبيره فوق وريد خصوية فرع منه هي بشكل وريد خصوية هلا هون يعني نشفان هلا انت عندك هون زين حقيقة في عندك شريان الاسهر له شريان صغير رفيع جدا بيرافقه عشان يغذيه وريد صغير كمان برافقه ما كمان وعندك العضلة المشمرية اللي بتغذي هون لها شريان رفيع ووريد كمان رفيع هلا جنب نشفان ما عندهم بينه هي بالحياة بتشوفها طبقة واحدة من الأطياف العضلية بتغلف الحبل المنوي وتغلف الخصية ولا شريان رفيع بغذية حتى لو خسرناه ما بيأثر لأنه في تروية جانبية كثيرة فإذا عندنا الشريان الخصيوي والأسهري والمشمري ثلاث شرايين وثلاث أوردة وعصبين وال شو اسمه هاي الصالة الصالة الغنفية والأوعية اللمفاوية والأقل اللمفاوية والتعصيب كلهم هذول موجودين بس الأساسيات هو الأسهر والخصيوي والمشمري هذول الثلاثة هن الأساسيات العضلة المشمرية من الحبل طبعا هي بتغلف الحبل عضلة ولا شريان ولا وريد خاص دور الشبكة الخصيوية بتقوم الأعلى ولا الأسفل إيه؟ الشبكة الخصيوية أي شبكة الخصيوية الوريدية الخصيوية الشبكة الخصيوية أنابيب المنوية المنوية هو طبعا المنوية تبدأ من الخصية تبدأ من الخصية ما عندنا حجب هالحجب كله في خلايا تفرز النطاف هالنطاف تجمع بأقلية رفيعة جدا جانب شكل البربخ هذا البربخ والبربخ بشكل آخر شيء أسهل البربخ له رأس وجسم وزنب الزنب ينتهي بالأسهل هذا الأسهل الأسهل بيطلع مع الحبل المنوي أنا بجوز جبنا دكتور توجيه خصي أخذناه بالعب توجيه خصي البربخ للوحش بالإنس 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 بالانسي لا بالانسي مصحح من النظر هو بيتحرك الخصي هون بتتحرك بس الاقلاح بيكون خلفه وبس حاج بلا لا خلفي مايل شوي للانسي ما المشكله الخلف هو طبعا ما مايل سيدي انا الدكتور اعراض التفاف الخصي الم شديد جدا وتورم في الخصي من دوره هاي عمليه عمل ساعه هيك عمليه ساعه فيه خلال 6 ساعات بس ما عنده بس طيب اذا واحد مثلا ما دواء وما بيقدر ما عمل عمليه الدوالي يحل لك الدواء لا ما بيأثر الدوالي إلى الصبابين للعمل الجراحي أما قلة في عدد النطاف أو قلة في عدد النطاف